اليوم سنتعرف على أول شيء يحتاجه الطفل الصغير عند السفر. هذا هو مقعد السيارة مينك 3-1. 3-1 لأنه فقط اضغط هنا وقم بتغيير موضع العقال ليصبح كرسي هزاز. اضغط هنا للحصول على وضع ثابت وتغيير المقعد إلى كرسي هزاز. وإذا كنا نريد الحماية من الشمس نسحب الغطاء. تذكر أنه يجب دائما ربط الطفل بأشرطة داخلية. سيكون الطفل الصغير مرتاحا بسبب هذا الملحق، وعندما يكبر يمكننا إخراجه. فك الأحزمة واسحبها واخرجها للخارج. هل ظهرت أوساخ؟ نخلع الغطاء، نخلع المقبض والأزرار وننظفها، نفككها هنا. الآن الأربطة المرنة على الجانبين، ننزع الجزء من مسند الرأس الآن في الأسفل، وقم بتنزيل كل شيء. التثبيت في السيارة بسيط، ضع المقعد في وضع حاملة الأطفال دائما في عكس اتجاه السير. الآن نوجه الحزام من خلال الأدلة. نربط حزام الكتف وراء المقعد تماما هنا، نسحبه، نمدده ونربطه. في النهاية نتحقق ونصحح، ثم أصبحنا جاهزين. قبل أن نتحرك نضع المقبض رأسيا ونضع الغطاء لحماية الطفل من الشمس. حسنا، يمكننا الخروج إلى العالم.